قول لي هون عنا اكي جديد. اوكي بهذا المقطع رح ندخل نشوف شو في هالاكي معلم ونجربه ونحرقه ونظبط الاوضاع. اذا انتم جاهزين يلا نبلش. لا تنسوا باللايكات. ليتس جو. اوكي حدث جديد يا طيبين كما ترون. هون عنا اكي نازل بحدث توكن. اوكي بالنسبه للسمات تبعته مثل ما انتم شايفين هون ركزوا معي تحت على اليمين عنا هون 2 معدل اطلاق نار يعني شيء واو يعني سريع. وعنا بيختلف الدرع. يا سلام. اوكي خلينا نبلش على بركه الله باول لفه. ايوه تاكيد لازم نشوف حصنا. ايوه اوكي طبعا هون ثواني هذا بحس هيك هدي حبيبي هدي. طبعا هون شاب ما لاحظ هون في اشياء تاعته هذا المنجل. وفي عنا هون قنبله. اوه والله شيء حلو. اوه والله في اكثر من شيء. تمام التمام يا سلام. اوكي خلينا نبلش ونكمل نشوف. شباب بدنا نتعرف علينا. ايش شديد حبيبي والله. بلي صح صح صح. ايوه اضرب. ايوه. هنا سلاح معلم. هنا سلاح حجي. اوكي في هون شيء كمان شو في عنا هون. خلينا نعمل له هيك. هون في عنا التأثير الملون تطوير السمات اعلان القتال. وات ايش سير ملون تك تطوير. هذا كله نفر واحد عرض الفريق في الفريق. اوكي هذول يعني الميزات تاعته. خلينا نشوف. اوكي 45 يلا والله شوف والله زمان شوي تقول منيح. ايوه ثلاثه ايوه توكن جميل ما في شو توكن معلم حبيبي والله. يلا ثلاثه توكن باللوز. هات لنشوف والله زمان شوي توكن باللوز منيح. هون صار عنا 62 يا سلام. اوكي نكملوا. اضرب يا معلم. ثلاثه ثلاثه ثلاثه. اوه حلو 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 يا اخي يا اخي. ايوه اوكي معنا توكن تاني. معنا توكن بلي بلي. اوكي اوكي ثلاثة توكن حلو. اوكي كم صار عندنا هون؟ والله ثلاثة بثلاثة بثلاثة بثلاثة. اوه حلو حلو اعطانا ثلاث مرات ثلاثة حلو والله شيء مرتب. هون صار عندنا 98 تمام التمام. هنكمل نشوف. 10 توكن معلم سيبنا ان شاء الله. روح توكن حلو. ثلاثة توكن كمان كفو. لا 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 يا اخي ما بدنا هذول. دايم برو. اوكي كم صار عندنا توكن هون؟ 100 شوت 115 يا سلام. صعب لاخينا كمان كثير صعب لازم نجيب الاشياء الثانيه. اوكي خلينا كمان نشوف. ايوه ثلاثه هون نسي كفو. 10 اعطي 10 فوق عليه فوق 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 10 10 فوق يا جدك. ايوه خمسة يلا ماشي الحال احسن من بلا. وصلنا 134 يا جدك. هات لنشوف كم صار. نضرب كمان هون لفه 130 تقريبا. كيف انتبهت الاول وحده؟ نروح التوكن هاتي حلوه هي 10 معلم. اعطينا 10 ولو 10 توكن اعطينا السلاح مباشرة. الله يا جدك. ايوه ثلاثة ثلاثة والله انا اعطينا ثلاثة. اوه ماشي الحال ماشي الحال والله حس حلو. هات ترى عم بعطينا كثير ثلاثة توكن يعني بتدبل يعني شيء حلو. اوكي صار لنا ناقصنا 50 توكن مش قوسه. طلعنا الحدث اللي عفوا السلاح هذيك التوكن عندنا مشتري اشياء ثانيه. اقول لي معقول طلعنا السلاح؟ لا لا تزبط معنا لم تزبط معنا. كم صار عندنا كم توكن اخذنا هون؟ مو كثير. اوكي مثلا نشوف نضربها هيك قول اربع مرات ثلاثه حلو. اربع مرات ثلاثه تمام. هون باقينا ولا ما باقينا شيء؟ مشبورين يا شباب. لم تزبط معنا. اوكي كمل. اوكي خمسه ضربه ثانيه على السريع قدرت بوم اطلع على السلاح. هل 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 الصوت هذا الدجج تبع الحدث مزعج شوي. اوكي وين كنا؟ هون معنا 50 لم تزبط معنا. طبعا هون لازمنا 300 شوت كم 330 يعني فوق 300 عشان نجيب كل الاشياء. نشوف هات ما يطلع لنا سكين. اعطينا الايكي ولو تزبط معنا الايكي الايكي هات الايكي خلاص راحت علينا الايكي. قول لي الايكي يا الهي يا الهي. اوكي خلينا نبلش معنا نستبدل حاجاتنا. هناخذ هاي عملنا
اللوز، ناخد القنبله. يلا نشوف القنبله يا شباب. القنبله حلوه كمان، بس ولكن شباب في سكين نزل نازل اول ما تفتحون اللعبه يا شباب، ما اعرف اذا لاحظتوا على السكين، عن جد شيء اسطوري هذا السكين شباب، عن جد متحمس كثير لحدا ينزل، كثير كثير حلو. ناخذ هذا المنجل كمان. ايوه هذا المنجل تمام اوكي. يلا نرجع نضرب كمان لحد نجيب ال 200 لانه خلاص راحت علي. ما يعني ذاك حد بعرف حظي زفت، ما ممكن يطلع لي اللي هيك مباشرة هيك، ابدا ابدا ما ممكن يطلع لي. اوكي يلا اخر لفة. اوكي وهي صار عندنا الاستبدال، هذا هو الاستبدال وندخل نجربه. ندخل نجربه الان بالتدريب على السريع. لا تخسرون يا جماعة، بعدين بدخل هذيك المرة الاحداث اللي فاتت كنت بدخل بلعب بال بوش اسمه بالجيم. اوكي بجربه بالجيم، بس ولكن هالمرة ما راح احط الشباب، راح ندخل نجربه شوي بالتدريب لانه لازم اخلصها بسرعة، لانه ما ممكن اشوفه معلم بالجيم مباشرة. المهم هون جينج ناخذ الاي كي اول شيء. وين الاي كي؟ هذا هو. في عندنا هون 2 اي كي، هذا هو الشكل معلم. يا سلام يا سلام. اوكي بس حبيت اشوف شيء ثاني. نشوف المنجر كذا نجيب له بنفس الوقت. قول لي يا سلام. اوكي بداية اوكي في بسرعة. لا لا ندخل نضرب نجلد على السريع معلم، على السريع على السريع. اوه هبط حبيبي هبط يا مالك، مش ده كله طبعا. بس نشوف كم الخروج. والله ركزوا لي على الدرع تاعه معلم، ضربته شوي خفيفه معلم. شوف شو صار بالدرع، والله حلو. اخترعت ايش عم بيصير هون؟ الو ايش عم تعمل بالمصباح؟ ايش عم ايش ايش في؟ ايش في؟ ايش في خير؟ شو في هون؟ شو في هون؟ حبيبي والله كملوا يا معلم يا ولدي. دخل بي 14 اطلع. فكرت قتلت الاثنين. تبعكم ايش في شباب؟ 42 33 والله الهيد شوت باللوز. ها معقول انا والله تقريبا بجيب هيد شوت القاية هذا، والله تقريبا بجيب هيد شوت القاية هذا الاي كي، والله عم برفع شوية لعبة عم بجيب هيد شوت اقسم بالله يا شباب. حابب ابقى بروح على الهيد شوت مباشرة. اوكي بس بده واحد على اليمين 30. طيب اوكي 37 حلو. تمام تظبطها معنا. اوكي اصبر بس ولكن يعني فوق اللي بيضربها شفت والله يشوي اللاعب شوي. فين برمل عليه شوي والله باللوز. يعني تقريبا كم ضربنا؟ 32 طلقة ناقص 2 يعني 10 طلقات وعليهم قتلنا اللاعب 10 طلقات. ما بعرف اذا حسبت هذا السلاح نفسه يا شباب. الو قدوا علي ابو سيدك. اوكي يا شباب طبعا بصراحة هذا الايكي شباب بالرنك كثير 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 راح ينفعكم، يعني صراحة بالرنك وبالبعد البعيد والله ماشي مش يعني صار لي زمان ما يلعب بالايكي، بس ولكن ان شاء الله اليوم على المسويات على بس مباشر راح نلعب هذا الايكي شباب بس كامل ونخترق دروعات كل اللاعبين. سو ليديز اند جنتلمان اتمنى لكم يوم سعيد ونراكم بمقطع اخر، واتمنى لكم اخر يوم سعيد وجمعة مبارك عليكم. السلام عليكم.